نتكلم على الفاينانس وال وال والبرنامج مخصص بالدرجة الأولى للي هم يعني بادئين أعمالهم الخاصة، شركات الناشئة، بالتالي بتعطي كذا مقدمة أساسية. احنا في عندنا مجموعة أسئلة. السؤال الأول، what is your financial model؟ تذكروا الفاينانشال، تذكروا البزنس موديل، ايش هو الفاينانشال موديل تبعكم؟ من يتذكر؟ من انتوا اخذتوا السيشن حق البزنس موديل مع الاستاذ اديب؟ ايوه ايش اللي اخذتوه؟ الجزء الثاني الان، what is your capital structure؟ تكلمنا عن الكابيتال ستراكشر. الكابيتال ستراكشر بيرجع للمعادله الاساسيه اللي هو الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. وقلنا لو عندنا الان مشروع مثلا ليمون بيكلفنا $1,000 قيمه الاجهزه اللي بتعمل عصير الليمون، $1,000 هذه هي الاصول اللي موجوده في الشركه. فالاصول هذه يا اما هي تبعك يا اما انك تسلفتها. فالكابيتال ستراكشر اللي هو كم ملكك وكم تسلف. الآن في بعضكم في المشاريع تبعكم ممكن تعملها فلوس كلها من جيبك، ممكن تقترض من ناس ثانية، هذه طبعا في لها تبعات. إذا استخدمتها من فلوسك النتيجة بتكون إنك يعني بتكون إيش؟ هذا. وبالتالي أنت خايف إن السوق يمكن ما يطلعش مربح بالشكل اللي كنت تتوقعه، بينما لو أعتقدت إن السوق مربح بالتالي نقول لك أوكي ممكن أنت تروح تتسلف. ليش؟ لأنك لو تسلفت هتقدر تغطي، هتقدر تسدد الديون. السؤال الثالث بيقول لك what is cash flow؟ تعرف ايش يعني cash flow؟ cash flow معناها كيف الفلوس تتدفق. يعني مثلا انت الان في مشروعك، هل لازم تدفع فلوس الان؟ يعني مثلا صاحب الليمون لازم يشتري الآلة اليوم، من غير الآلة ما يقدرش يشتغل، لازم يدفع الفلوس الان، بيدفعها كلها في اصول. في شركات ثانيه يقول لك انا مش لازم اني ادفعها الان، ممكن ادفعها بالتقسيط، صح ولا لا؟ في بعض الشركات انت لما تبيع الليمون، هل بتبيع الليمون وبتحصل بعدين، ولا بتبيع الليمون وتاخذ فلوسه على طول؟ بتاخذ الفلوس مباشره، صح؟ في بعض الاعمال ممكن انك تاخذ الفلوس الان، في بعض الاعمال لا، بتاخذ مؤجل لما تخلص المشروع. مثلا تاخذ مثلا مشروع كبير ممكن يحتاج انك ما يدفعوا لك الا في الاخير، او يدفعوا لك بعد التسليم بشهر ونص عشان يضمنوا ان العمل جيد، صح ولا لا؟ فهنا بيجي كيف الكاش فلو، كم الفلوس اللي لازم تدفعها الآن. والقاعدة الذهبية انك عادة تشتي تستخدم اقل كمية من النقد في العمل، صح ولا لا؟ مش عاوزين ان احنا نشتري مثلا $1,000,000 مصنع لعصير الليمون عشان نقدر نبيع 1,000,000 عصير ليمون، واحنا عارفين ان احنا في البداية مش هنبيع 1,000,000 عصير ليمون، صح؟ احنا بس يكفينا مثلا جهاز واحد اللي حيمشينا، ان احنا عارفين زبائننا هم قليل مثلا، فانا بيحتاج نشوف كم اقل مبلغ ممكن ندفعه الان عشان الشغل يمشي. هل انت عاوز تدفع اكبر مبلغ في الاصول الثابته، ولا عاوز تدفع اقل مبلغ في الاصول الثابته؟ الان هنا بقرار، هذا قرار مالي. الان تيجي تشوف الان لو ادفع فلوس مثلا، فرضوا الان انا هفتح مثلا مطبعه، تمام، هبيع كتب. فانا الان ممكن اشتري طابعه صغيره تطبع لي 5 كتب في الساعه، هبيعه. ممكن اشتري طابعه $1,000,000 تطبع لي 5,000 كتاب في الساعه، صح ولا لا؟ الان هنا بيجي انت الان جماعه التسويق كم تتوقعوا حتبيعوا لنا؟ هل حتقدروا تضمنوا لنا الكميه هذه من المبيعات عشان بناءها نقدر نحدد حجم الجهاز، صح ولا لا؟ في بعض الناس يقول لك لا ابدا بالكبيره، لانك لما تطبع بالكبيره $1,000,000 فبالتالي بتقدر تطبع اسرع، والتكلفه على الكتاب الواحد بتقل، والصيانه اقل، بالتالي على المدى البعيد حنقدر نوفر. هذه استراتيجيه ثانيه، شايف كيف؟ بس بتاثر على الكاش فلو، كيف التدفق النقدي. ما هو الان $1,000 ممكن اشتري لي طابعه وامشي حالي، بس $1,000,000 ما عنديش، مش هروح اتسلف. ما السوق الان ينصحك يقول لك لا السوق مش واعد، ما تتسلفش، انا من فين اجيب الفلوس، صح ولا لا؟ في عندنا حاجه اسمها سي سي سي. ايش هو سي سي سي؟ سي 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 اللي هي كاش كونفرجن سايكل. في معادله تقول لكم الان كذا يا جماعه، انتم لازم تنتبهوا لثلاثه اركان اساسيه في في تداولكم للنقد. ايش تقول القاعده؟ تقول لك رقم واحد، انا الان لو عندي مثلا اله الليمون وببيع ليمون، انا الان ببيع كل يوم ليمون وبربح من كل عصير ليمون ببيعه، صح؟ الان اللي قطعه الليمون الاولى انا الان حبيعها مثلا ب100 ريال عصير ليمون، ب100 ريال سعر معقول.
الليمون الآن كم بيكلفني تقريبا؟ يمكن 30 ريال قيمة الليمونة والسكر والماء. بالتالي 74 ريال في كل عصير ليم ببيعه، صح ولا لا؟ الآن أنا ممكن إنني أشتري العصارة بالآجل، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، صح ولا لا؟ طيب بالتالي مش هدفع كاش للآلة، هاخد الآلة هيقول له هدفع لك آخر الشهر. ممكن إني أقول له كمان أنا آخر الشهر هدفع لك بالتقسيط، هو ممكن يقول لي لازم نأخذ عليك انترست. تعرف إيش يعني انترست؟ من عارف إيش معنى انترست؟ من مش عارف إيش معنى انترست؟ الانترست اللي هو الفائدة، تعرف الفوائد. طبعا الآن في عندنا النظام الإسلامي والنظام التقليدي. النظام الإسلامي بيسموها إيش؟ أرباح، عارف كيف؟ بالتالي بيقول لك الآن لما تتأخر في الفلوس لازم تدفع رسوم، هذولك بيقول لك الآن لما تتأخر لازم تدفع عليه انترست. طبعا موضوع الخلافة الإسلامي والتقليدي موضوع خارج إطارنا، بس في كلتا الحالتين في عندهم حاجة اسمها القيمة الوقتية للنقود. هتدفع أيوة القيمة النقدية للنقود. يعني أنت الآن لو تروح تشتري سيارة يقول لك تشتريها نظام إسلامي، أوكي هتشتريها بالمبلغ ويعمل لك زيادة وبعدين تدفعها بالتقسيط بدون فوائد. تروح للبنك هذه يقول لك خلاص السيارة هذه تأخذها بقيمتها، بس كل شهر أنت ما سددتش بتدفع فوائد على المبلغ المحصل. ما هوش النقاش الشرعي، بس الآن من ناحية الفاينانس بتلاقي أن القواعد المطبقة في النظام الإسلامي وفي النظام التقليدي متشابهة جدا، وكل الكونسبت موجودة هنا وهنا. شايف كيف إحنا بنمسك اللي هو متفق كل الأشياء المتفق عليها. فبالتالي الآن يقول لك الآن ممكن أخذ الخلاطة هذه بالآجل، ممكن الخلاطة هذه أدفعها بالتقسيط، حتى لو هدفع رسوم إضافية مش مشكلة، ما هو أنا الآن إيراداته ما عنديش الألف دولار، هذه من فين أجيب الألف دولار؟ لو تسلف الألف دولار من البنك هدفع له مثلا عليها، فبالتالي الآن هي نفسها هنا ولا أدفعها هناك. الآن لما تشتري ليمون، تشتري ليمون كامل تدفع له مقدم لسنة ولا تشتري ليمون لشهر بس مقدم ولا ليومين؟ يومين. ممكن تدفع اليومين، بالتالي تحتاج نقد أقل، صح ولا لا؟ طبعا أنت الآن لازم تشتري ليمون ولازم تشتري سكر، هذه بنسميها working capital. عرفتوا ايش يعني working capital؟ هذه فلوس عشان الشغل يشتغل، لازم اشتري سكر وليمون مثلا ب 500 ريال كل يوم، اشتري ب 500 ابيعهم واليوم الثاني اخذ 500 اشتريهم وابيعهم، 500 500 كل يوم، كل يوم بشتري ب 500 وكل يوم ال 500 هذه بغطيها، بالتالي 500 هذه بسميها working capital، هي عباره عن راس مال ولكنه راس مال تشغيلي بيستمر في الشغل، شايفين كيف؟ فالان ممكن مثلا طيب لو عملت 500 الان ما لو الشغل زاد يمكن 500 ما تكفيش، يمكن لازم يكون عندي 1000 اشتري ليمون كثير عشان لو جالي مثلا 500 زبون في نفس اليوم اقدر انني اغطي طلباتهم. انت عاوز الزبون يجي لعندي يقول اوه خلص الليمون يا فلان خذ ال 500 هذه وروح اشتري لنا الليمون والسكر حق صح ولا لا؟ فاللي يمكن يحتاج، بس انا ممكن تاخذ الليمون والسكر اجل وروح اخذ الليمون والسكر وتفعل بكره. هذه الكاش كونفرجن سايكل. كم الوقت اللي بياخذك انك تستلم فلوس من الزبون وانك تسدد الالتزامات اللي عليك؟ هذه الفترة اللي بنحاول نقصرها. هنغطيها في شريحة لاحقة، بس الفكرة ان هو ايش؟ كيف ممكن ان احنا نستخدم اقل كمية من النقود بحيث ان الشغل يستمر؟ شايفين هذه القاعدة. في حاجة اسمها تايم فاليو اوف ماني. ايش هو تي في ام؟ اللي هي القيمة الوقتية للنقود. هل دولار اليوم يساوي دولار بكرة؟ ايش رأيك؟ أين الأحسن؟ أين الأحسن؟ أدفع لك الآن اليوم 100 دولار أو أدفع لك 100 دولار بعد شهر مقابل البضاعة اللي حتبيعها لي؟ أحسن قيمة الدولار أيوة. الآن أنت بالنسبة لك أنا هشتري منك منتج أدفع لك 100 دولار، أين أحسن؟ أدفع لك 100 دولار اليوم أو أدفع لك 100 دولار بعد شهر؟ اليوم. من يقول بعد شهر يرفع يده؟ ممتاز، 1 2 3. من يقول اليوم أحسن يرفع يده؟ 1 2 3 4 5 6 7. أوكي ممتاز. الجماعة اللي قالوا أحسن نأخذها اليوم بس صح، 100 دولار اليوم هأخذها ممكن استثمرها، ما يجي بعد شهر لو قد زادت، صح ولا لا؟ الجماعة تناقش معايا. أنت الآن عندك منتج أنا حتبيعه لي، تمام؟ كم حتبيعه؟ 100 دولار. أين الأحسن؟ أدفع لك 100 دولار اليوم أو أدفع لك بعد شهر 100 دولار ودولار 101؟ يعني ترتفع
في حاله ان الدولار ثابت اليوم افضل. اي انا هدفع لك دولار، انا هدفع لك اليوم دولار، ولا بعد اي نعم احسن ادفع لك اليوم 100 ولا بعد شهر 101؟ اليوم. من يقول طيب من اللي عاوز احسن اليوم؟ طيب ايش رايك الان اي احسن ادفع لك 100 اليوم او 102 دولارين بعد شهر؟ على حسب الاستثمار اللي شغله في الشهر هذا كم بيرجع لي. يا سلام عليك، ممتاز. انت الان فاهم عمليه ايش العاده على الاستثمار. الان لو عندي 100 دولار اليوم، تذكروا الان صاحب الليمون، الان صاحب الليمون يقول له خلاص الان، تذكروا الجهاز حقه ب 1000 دولار، ما هو الان قال له خلاص الان ادفع لي 1000 دولار اليوم. هو حسبها قال لك انا ما عنديش 1000 دولار اليوم، بس انا بعد شهر ممكن ادفع لك 1000 دولار. فقال له خلاص ايش رايك الان بعد شهر هدفع لك 100، وهدفع لك كل شهر لمدة 12 شهر 100 كل شهر، يعني كم هدفع لك إجمالي؟ 1200. مستوعبين الشهر السنة فيها 12 شهر، كل شهر هدفع لك 100 دولار، بعد 12 شهر هدفع لك 1200 دولار، مقابل حقك الخلاطة هذه اللي اليوم قيمتها 1000. من فهم العملية رفع يده؟ ممتاز. اللي ما فهمش العملية رفع يده؟ رائع. اللي مربوش؟ اوكي، اعيد القصه من جديد.